هل فعلا كل ما يرتديه السياسيون يحمل رسائل سياسية أو نفسية دائما؟ صباح النور. بالحقيقة الملابس هي أكثر من مجرد أقمشة، وهي تعتبر أداة دبلوماسية صامتة وتحمل رسائل سياسية معينة. ولهالسبب بنشوف أنه الكثير من السياسيين أو معظمهم بالكواليس بيكون في أشخاص وظيفتهم هي أنه يعتنوا بإطلالة الرجل السياسي، بتنسيق الملابس والبدلة اللي بده يختارها. والمحللين ما بيتوقفوا فقط عند الكلمات الرنانة والخطابات يلي بيقولها السياسي، إنما بيعملوا مثل عملية تشريح لهيدا الشخص وبيحللوا لغة الجسد، بالإضافة إلى أكيد عملية الألوان واختيار الملابس.